طيب أعزائي الطلبة، نلتقي بكم في حصة جديدة في مادة الفيزياء بالصف الثاني ثانوي جزء الميكانيكا. اليوم مع بعض حناخذ تحليل القوى. اليوم حناخذ مع بعضنا تحليل القوى. نحن عارفين أن القوة اللي خذيناها في الحصة السابقة أو حتى في السنوات السابقة تعاملنا مع القوى الأفقية والقوة الرأسية. اليوم حنتعامل مع أخرى من القوة وهي القوة المائلة. لكن قبل ما نبدأ في تحليل القوة المائلة نراجع مع بعضنا القوة الأفقية والقوة الرأسية. خذينا طبعا نحن في الحصص السابقة أن لو افترضنا نحن عندنا جسم بهذه الكيفية وهذا الجسم يتحرك على مستوى أفقي، القوة اللي حتأثر عليه تقريبا في الغالب أربع قوى: القوة الدفع اللي هي أنا ممكن أعتبرها قوة المحرك إذا كانت السيارة عندي، وتكون الحركة طبعا في هذا الاتجاه، هذا اتجاه الحركة. عندنا قوة أخرى اللي هي قوة الوزن، ودنا دائما الوزن عمودي على سطح الأرض إلى أسفل. عندنا قوة أخرى تساوي قوة الوزن في المقدار وتضادها في الاتجاه، وهي ما يسمى بقوة رد الفعل أو قوة الاتصال العمودي. هنا طبعا الوزن نرمز له بالرمز W، هنا نرمز لرد الفعل بالرمز. في بعض الأحيان أو في الغالب طبعا تكون عندنا قوة مقاومة اللي هي يا أما مقاومة أو ما يسمى بالاحتكاك، ما يسمى بالاحتكاك. ولهذا الجسم هنا يقع تحت تأثير كم قوة؟ أربع قوة تقريبا: قوة المحركة والقوة الدافعة اللي تخلي الجسم يتحرك، القوة اللي عكس القوة هذه اللي هي قوة الاحتكاك أو المقاومة، وعندنا إلى أسفل وزنة، ورد الفعل اللي هو مساوي المقدار ومضاد للاتجاه بالنسبة للوزن. هذا بالنسبة للحالة الأولى. بالنسبة للحركة الرأسية، الحركة الرأسية قلنا نحن الحركة الرأسية نوعين: يا أما تكون سقوط حر، الحركة الرأسية يا أما السقوط حر. والسقوط الحر جسم يسقط بدون وسيلة. سقوط حر جسم يسقط بدون وسيلة، جسم ساقط من أسفل من أعلى إلى أسفل، وهذا يسقط تحت تأثير عجلة الجاذبية الأرضية، والسقوط هنا يكون تحت تأثير عجلة الجاذبية الأرضية، أو بالعكس جسم صاعد من أسفل إلى أعلى، هنا ما فيش قوة اتصال، يعني ما فيش خيط مربوط بخيط، هذا يسمى السقوط الحر أو ما يسمى السقوط تحت تأثير عجلة الجاذبية الأرضية. عندنا حركة أخرى اللي هي حركة جسم مربوط بإيش؟ بخيط أو بحبل. جسم مربوط بخيط أو بحبل، سواء كان الجسم هذا ينزل من أعلى إلى أسفل أو يرفع من أسفل إلى أعلى، هذه برضو حتى تعتبر حركة تأثير قوة. هنا تأثير الشد وهذا تأثير الوزن. هنا يقبل القوة المؤثرة الآن على هذا الجسم، هذا يتحرك على جسم يتحرك على مستوى أفقي، أولاً قوة المحرك أو قوة الشد أو قوة الدفع حسب نوع الجسم اللي عندي. ثاني حاجة اللي هي R المقاومة أو الاحتكاك، ويكون دائماً عكس اتجاه الحركة. الحاجة الثالثة اللي هو عندي الوزن، وعكس الوزن اللي هو ما يسمى بقوة الاتصال العمودية أو ما يعرف برد الفعل. الجسم هذا اللي موضوع على مستوى أفقي، الحركة متاعها تكون يا أما تكون بسرعة منتظمة أو يتحرك بعجلة، يعني سرعة غير منتظمة. إذا كان الجسم هذا يتحرك بسرعة منتظمة، محصلة القوة الواقعة على الجسم تساوي صفر، يعني في الحالة هذه مجموع القوة في اتجاه إكس شنو يساوي؟ يساوي صفر، ومجموع القوة في اتجاه واي برضو يساوي صفر، يعني كأن المحصلة كلها مع بعضها كم تساوي؟ تساوي صفر، المحصلة تساوي صفر. يقبل الجسم هذا إذا كان يتحرك بسرعة منتظمة يقبل
محصلة القوة الواقعة على هذا الجسم تساوي صفر. أما إذا كان الجسم يتحرك بعجلة منتظمة، يبقى هنا فيه تغير في السرعة، وبالتالي مجموع القوى لا يساوي صفر، أو محصلة القوة كلها لا تساوي صفر. في الحالة هذه إذا كان هذا اتجاه الحركة، إذا قلنا هذا هو اتجاه الحركة، فهنا القوة في اتجاه الحركة ناقص القوة عكس اتجاه الحركة تساوي المحصلة، ولهذا محصلة الأفقية للقوة شنو تساوي؟ تساوي الحركة، القوة في اتجاه الحركة ناقص القوة عكس اتجاه الحركة، اللي هو في بعض الأحيان نقول عليها القوة ناقص المقاومة تساوي الكتلة في العجل. الجسم اللي يتحرك أفقيا عادة أو في الغالب دائما يكون عموديا في حالة اتزان، أي الجسم يتحرك أفقيا سواء كان يتحرك بسرعة منتظمة أو يتحرك بعجلة منتظمة، في الحالتين دائما يكون أفقيا أو في الغالب يكون أفقيا في حالة اتزان، وكأن هنا الوزن يساوي رد الفعل، كأن الوزن هنا يساوي رد الفعل. يبقى هنا قلنا إذا كان الجسم يتحرك بسرعة منتظمة القوة تساوي الاحتكاك أو المقاومة تجاه الحركة تساوي عكس اتجاه الحركة، وهذا قلنا عليه قانون نيوتن الأول. هنا نفس الكيفية، رد الفعل والوزن متساويات، وقلنا دائما الجسم اللي يتحرك أفقيا يعتبر متزن عموديا أو في الغالب يكون متزن عمودي. أما إذا كان الجسم يتحرك بعجلة منتظمة، لهذا شنو بيكون عندي؟ يكون عندي محصلة القوة شو تساوي؟ الكتلة القوة عكس الحركة، أو القوة مع الحركة ناقص القوة عكس الحركة، اللي هي F ناقص R تساوي M في A، وهذا ما يسمى بيش بقانون نيوتن الثاني. موضوع حصتنا اللي هو هنا نفرض جسم يتحرك على مستوى أفقي وتؤثر عليه قوة مائلة، القوة المائلة التي تصنع زاوية مع الأفق. كيف نتعامل مع جسم تؤثر عليه قوة مائلة ليست عمودية وليست أفقية بهذه الكيفية؟ هذه القوة وهنا الزاوية، كيف نتعامل مع هذا الجسم؟ يمكن التعبير عن القوة المائلة بمعلومية المقدار والزاوية، يعني هي أصلا بالشكل هذا كأننا نحن عندنا متجه عارفين مقداره وعارفين اتجاهه. الزاوية تعني الاتجاه، الزاوية تعني اتجاه المتجه. أنا نبي نحول هالقيمة هذه إلى مركبة القوة الأفقية والرأسي، أو إلى مركبة القوة الأفقية والرأسي، يعني نبي نحولها إلى F X و F Y. فيزيائيا نحن نقوله هنا الضلع الملاصق للزاوية ياخذ جيب التمام اللي هي الكوساين، يبقى كأن القوة كوساين الزاوية، هذه الـ Fx، هذه قيمة الـ Fx. يبدأ الـ Fx هنا هي عبارة عن إيش؟ القوة كوساين الزاوية. الضلع البعيد عن الزاوية اللي هو العمودي، هذا شنو ياخذ؟ ياخذ الساين، ياخذ الساين، يعني كاين الـ Fy شنو تساوي؟ تساوي القوة ساين الزاوية، هذه القوة F ساين الزاوية. لما نحول أنا القوة هذه إلى قوتين بهذه الكيفية، كأني لغيت الكلام هذا، خلاص أصبح عندي بشكل هذا، أصبحت عندي الشكل كالآتي: قوة في هذا الاتجاه مقدارها F كوساين الزاوية، وقوة أخرى في هذا الاتجاه مقدارها F ساين
ازاي؟ هل نقدر نقول القوه في اتجاه الحركه تساوي القوه عكس اتجاه الحركه، او القوه في اتجاه الحركه ناقص، ونطبق عليه قانون نيوتن الاول وقانون نيوتن الثاني. الكلام هذا كيف التحويل هذه كيف صارت؟ رياضيا لو عندنا مثلث مثلا قائم الزاويه بهذه الكيفيه، هذا مثلث قائم الزاويه، معلوم عندي الوتر مقدارها اف، وهنا عندي زاويه معلومه قيمتها. نبي الضلع هذا والضلع هذا، الضلع المقابل والضلع المجاور، كيف نتعامل هنا؟ معنى اذا كان بقيمه الضلع المجاور والضلع الضلع المقابل والضلع المجاور، نحن عارفين دائما مع الضلع المقابل نستخدم الجيب، نستخدم الجيب اللي هي الصاين. يبقى كاين هنا الوتر صاين الزاويه، هنا حيكون عندي الوتر كوساين الزاويه، وبهذه الكيفيه قدرنا نحن نوصل لهالكلام. يبدا واضح انا عندي الكلام، نعاود من جديد معلش. نعاود نحن قلنا اذا كان عندي جسم ميل عليه زاويه، لازم من تحليل هذه الزاويه تحويلها الى مركبه افقيه ومركبه راسيه بهذه الكيفيه. الضلع المجاور او الملاصق للزاويه دائما ياخذ قيمه القوه مضروبه في كوساين الزاويه، والضلع البعيد ياخذ القوه مضروبه في ساين الزاويه. هذه القوة، هذا الجسم وهذه القوة المائلة تصنع زاوية. المركبة الأفقية اف اكس اف كوساين الزاوية، المركبة الرأسية اف واي اف ساين الزاوية، ينطبق عليها برضو إذا كان الجسم هذا يتحرك، يا إما يتحرك بسرعة منتظمة أو يتحرك بعجلة منتظم. هذا التحليل اللي عندي، شوفوا هنا الاف تساوي اف كوساين الزاويه، وهنا اف ساين الزاويه، وعندنا هنا رد الفاعل اللي هو دائما ثابت في هذا الاتجاه اذا كان الجسم على مستوى افقي والوزن دائما عمودي على سطح الارض، وكي عندي القوه او الاحتكاك. اذا كان الجسم يتحرك بسرعه منتظمه، خلاص نحن بالكلام هذا لما درنا عملية التحليل كأننا نحن لغينا القيم هذين كل المرة، وقلنا الضلع الملاصق للزاوية ياخذ الكوساين، والضلع البعيد عن الزاوية ياخذ الساين، والجسم هذا برضو ولما حللنا طبعا التحليل هذا كأننا لغينا قيمة القوة ولغينا هنا قيمة الزاوية، أصبحت بهذا الشكل. يعني الكلام هذا اللي مضلل هذا كأنه كلام ملغي. أصبحت عندي قوة في اتجاه الحركة وقوة عكس اتجاه الحركة، وقوة الوزن إلى أسفل، قوة رد الفعل، وقوة أخرى اللي هي المركبة العمودية في الاتجاه العمودي إلى أعلى. وأي جسم نحن ينطبق عليه يا أما يتحرك بسرعة منتظمة أو يتحرك بعجلة منتظمة أو يكون الجسم ساكن، هذين تقريبا الحالات الثلاثة اللي يكون عليهن الجسم اللي تأثر عليه قوة. فإذا كان الجسم يتحرك بسرعة منتظمة حتكون هذه القوة اللي في اتجاه الحركة تساوي عكس القوة في اتجاه الحركة، والجسم نحن قلنا دائما متزن عموديا. بس أنا الرسمة عندي في الحالة الأولى كان عندي وزن ورد فعل، الآن أصبح عندي قوة عمودية اللي هي اف ساين الزاوية، وبالتالي هنا قيمة الوزن حتتغير. لو افترضنا هنا ما فيش قوة أصلا، كان الوزن يساوي رد الفعل، لكن الآن الوزن لا حيساوي رد الوزن حيساوي رد الفعل زائد القوة الأخرى لنعكس الاتجاه. يعني شوفوا هذه بهذه الكيفية، هنا أصبح عندي الوزن إلى أسفل لأنها مش مايل، وعندي رد الفعل، ونتيجة تحليل القوة أصبحت عندي قوة أخرى موجودة على المحور الواي اللي هي عبارة عن إيش؟ إف كوساين الزاوية. بالتالي هنا إذا كان قلنا اتفقنا أن الجسم اللي يتحرك أفقيا يكون متزن عموديا في الغالب، إذا الوزن يساوي الوزن إلى أسفل يساوي القوة إلى أعلى، لأن كم قوة؟ قوتين، قوة رد الفعل والقوة الأخرى اللي هي اف كوساين الزاوية، اف كوساين الزاوية.
إذا احنا قلنا هنا الجسم، فإذا كان الجسم يتحرك بسرعة منتظمة حنطبق عليه قانون نيوتن الأول، وبالتالي هنا حتقعد المقاومة تساوي F كوساين الزاوية، ومجموع القوة حول X حول Y تساوي صفر، وعندنا الوزن يساوي رد الفعل زائد القوة في ساين الزاوية. إذا كان الجسم يتحرك بعجلة حتكون نفس الكيفية، القوة هذه في اتجاه الحركة ناقص القوة عكس اتجاه الحركة، هو في اتجاه الحركة ناقص القوة عكس اتجاه الحركة، القوة اللي في اتجاه الحركة F كوساين الزاوية ناقص R تساوي العجلة في الكتلة. وفي حالة الحركة الأفقية يكون الجسم متزن عموديا في الغالب، يعني دائما F Y تساوي صفر، وهنا الوزن يساوي رد الفعل زائد F ساين الزاوية. محصلة القوة، كيف نحسب محصلة القوة؟ طبعا هنا نحن لما درنا عملية التحليل وحسبنا الاف واي والاف اكس، شنو حيكون عندي؟ حيكون عندي قوتين متعامدتين او قوتين بينهما زاوية مقدارها كم؟ 90. هذه اف اكس وهنا الاف واي، وعادة لما تجي المحصلة، محصلة هذه القوة محصلة قوتين بينهما متعامدتين، محصلة قوتين متعامدتين او بينهما زاوية مقدارها كم؟ 90 درجة. المحصلة هنا حتساوي جذر اف اكس واي او اف اف اكس تربيع زائد اف واي تربيع. لما نجي بنحسب الاتجاه هنا عندي طبعا الضلع المقابل والضلع المجاور، ضلع المقابل والضلع المجاور، لما بنحسب الاتجاه ونحن دائما نحسب الاتجاه بالزوايا، يعني يا اما بالساين يا اما بالكوساين، يعني يا اما بجا او الجتا او الظل. هنا عندي مقابل ومجاور، في المقابل والمجاور شو نستخدم؟ نستخدم ظل الزاويه اللي هو يقول تان الزاويه تساوي المقابل على المجاور. هذا ما يسمى بيش بالاتجاه. حنشوفه هنا، هذا المقدار او المحصله الاتجاه اف واي على اف اكس. حناخذ بعض الامثله لسهلا علينا الامور هذينا وتقعد. حناخذ المثال الاول. المثال الاول هنا قبل ما نطلع رسمه المثال، هنا يقول لي سحب صندوق كتلته، كتبوا مثال معليش، سحب صندوق كتلته 15 كيلو جرام على ارضيه بسرعه ثابته مقداره 1.2 متر على الثانيه بوسط حبل يصنع زاويه قدرها 30 مع الاتجاه الافقي، وكان الشد في الحبل كم؟ 50. نبي نحسب قوة الاحتكاك، احتكاك أو المقاومة للحركة، وقوة الاتصال العمودي مع الأرض أو من الأرضية. انتبهوا معي هنا، حنرسمه. شوفوا لما نجي للرسم هنا أو نجي للمسألة، ونقدر نحول المسألة هذه إلى رسم، حتسهل علي الأمور. أولا شوفوا هنا السرعة اللي يتحرك بها الحركة الجسم، يتحرك الجسم بيش بسرعة ثابتة، هنا يصنع زاوية معناها قوة مائلة. لما نلقى كلمة يصنع زاوية قدرها 30 مع الاتجاه الأفقي، يقبل القوة هنا اللي عندي شنو؟ قوة مائلة. بعدين عطيني قيمة الشد، ويبيني نحسب قوة الاحتكاك أو المقاومة وقوة الاتصال العمودية. هنا الرسم طبعا احنا قلنا دائما نحاول مسائل الديناميكا نحولها إلى رسم تسهل علي الأمور، ونتخلص من ايش؟ من حفظ القوانين، وتجد الامور اسهل. نحن هنا الجسم حسب ما يقول لي سحب صندوق، معناها سحب على ارضيه، والارضيه هذه قد تكون خشنه وقد تكون ارضيه ملسه، بواسطه حبل. الحبل هذا مقدار شد فيه كم؟ 50 نيوتن، هذه هي القوه. يصنع زاويه مقدارها كم؟ 30 درجه مع الاتجاه الأفقي. إذن الجسم أو السطح خشن، وبالتالي هنا فيه قوة احتكاك أو مقاومة. عندنا الوزن دائما إلى أسفل، وعندنا هنا رد الفعل إلى أعلى. الكتلة كم مقدارها؟ 15 كيلو جرام. الوزن شنو يساوي؟ للتذكير الكتلة في العجلة، الكتلة في العجلة يبقى عندي كم هنا؟ 150 نيوتن، لأن قيمة العجلة كانت تساوي 10.
هنا القوة قلنا شن قلنا عليها؟ قلنا قوة مائلة، القوة المائلة يتم تحويلها إلى مركبة أفقية ومركبة رأسية. المركبة الأفقية شن تأخذ؟ قلنا نحن ضلع الملاصق للزاوية دائما ينقذ الكوساين، يصبح عندي هنا القيمة كم؟ 50. 50 هذه قيمة القوة مضروبة في كوساين الزاوية. الضلع هذا شن يأخذ؟ الضلع البعيد يأخذ الصاين 50 صاين الزاوية. معنى الكلام هذا أن نحن ألغينا القيمة هذه كلها، ما عادش أصبح عندنا، كأن أصبحت الرسمة بهذه الكيفية وبهذه البساطة. قوة مقدار 50 كوساين 30، وعندي هنا قوة إن وقوة أخرى مقدار 50 صاين 30، وعندنا هنا الوزن وعندنا هيك المقاومة. نحن نتعامل مع هذه، معاش نتعامل مع هذه، نتعامل مع هذا الشكل. نعطيكم دقيقة على الأقل ترسموها، كان إذا كان مش واضحة عندكم في المذكرة، ونعاودوا أثناء الكتابة. هنا قلنا نحن القوة مائلة، والقوة المائلة لازم من تحلل تحول إلى قوة على الأفقي وقوة أخرى على العمودي، والضلع الملاصق للزاوية يأخذ الكوساين، والضلع البعيد عن الزاوية يأخذ الصاين، وتصبح الرسمة بهذه الكيفية. الآن هنا قال لي بيش يتحرك، الجسم يتحرك بسرعة منتظمة، وما تهمنيش هنا قيمة السرعة كم إلا إذا كان مطلوب مني أشياء أخرى زي العجلة أو غيرها والكلام هذا. فقيمة السرعة أنا ما تهمنيش، تهمنيش نحن شنو ما يقصد بيش بالسرعة الثابتة والسرعة المنتظمة. هنا نطبق عليها قانون نيوتن، قانون نيوتن الأول. قانون نيوتن الأول شنو يقول؟ يقول القوة في اتجاه الحركة تساوي القوة عكس اتجاه الحركة. كأن من الرسم إن R تساوي 50 كوساين 30 فقط لا غير، 50 كوساين 30. هنا من الرسم هذا المطلوب الأول. المطلوب الثاني شن طالب مني؟ في المطلوب الثاني يبي قيمة N اللي هي قوة الاتصال العمودي أو العمودية. لو خذينا من الرسم حتقعد الوزن يساوي شن يساوي؟ يساوي 50 صاين 30 زائد رد الفعل. لو حولنا القيمة هذه للطرف الآخر يصبح عندي الوزن كم؟ 150 ناقص صاين 30 يساوي. هذه فكرة المسألة. شوفوا المسألة مع بعضنا. الحل هذا الرسمة أصلا، يعني هنا المثال حولناه الى رسم. شوفوا هذا التحليل كوساين وهنا صاين، وهذا الاحتكاك او رد الفعل، وهذه قيمه الوزن. هنا اصبح عندي كم قوه؟ 2. افقيا القوه في اتجاه الحركه تساوي القوه عكس اتجاه الحركه، يعني كان الاحتكاك شنو يساوي؟ يساوي المقدار هذا. هذه قيمته اللي هي 43.3 نيوتن. عموديا القوه في اتجاه الحركه، اسف عموديا احنا قلنا شنو قلنا؟ الجسم، قلنا الجسم حاله اتزان، فهنا القوه اللي للاسفل تساوي مجموع القوه اللي اتجاهها الى اعلى. ال150 اللي هي قيمه الوزن، لان الكتله كم تساوي؟ 15، والوزن هو عباره عن الكتله في العجله، والعجله 10، 15 في 10 ب 150، 50 صاين 30 زائد رد الفعل، وبالتالي رد الفعل شنو يساوي؟ 150 ناقص 50 صاين 30 اللي حتطلع قيمتها كم؟ 125 نيوتن. هذا هو رد الفعل. في المثال السابق نفس المثال السابق، بس هنا يتحرك بعجلة مقدارها، يتحرك بعجلة مقدارها، يبقى أنا الجسم بيش يتحرك؟ يتحرك بعجلة. نحن قلنا الرسمة النهائية عندنا هنا يتحرك بعجلة مقدارها. الرسمة النهائية اللي عندنا بهذه الكيفية، هنا شن قلنا؟ القوة كم مقدارها؟ 50 كوساي الزاوية كم؟ 30. هيك عندنا المقاومة، هنا عندنا الوزن اللي هو قلنا عليه كم؟ 150 نيوت. هنا عندنا قوتين، قوة رد الفعل والقوة الأخرى اللي هي كم؟ 50 نيوت.
ساين 30، 50 ساين 30. هذه الرسمة أوضح بعد ما حللنا القوة المائية. الآن عكس الكلام الآخر، أصبح أنا عندي يتحرك بعجلة مقدارها هنا تهمني قيمة العجلة. شوف بدل السرعة المنتظمة ما تنش قيمتها، لكن هنا تهمني قيمة العجلة. حنقول حسب قانون نيوتن الثاني، حنقول القوة في اتجاه الحركة ناقص القوة عكس اتجاه الحركة. الحركة في هذا الاتجاه، يبدأ هنا حيكون عندي كم؟ حيكون عندي 50 كوساين 30 ناقص رد المقاومة مضروبة في الكتلة، مضروبة تساوي الكتلة مضروبة في العجلة، الكتلة مضروبة في العجلة. ومن هنا نقدر نطلع قيمة الاحتكاك أو قيمة المقاومة. بالنسبة لقوة الاتصال العمودي هي نفس الكلام اللي قلناها من بدري، قوة الاتصال العمودي ما تغيرش، لأن هنا شو قلنا عليه الاتصال العمودي دائما في حالة اتزان. هنشوفوا 50 كوساين ناقص حسبنا قيمة الار رد الفعل يساوي 150 ناقص نفس سواء كان هنا دائما القوة العمودية. إذا كان الجسم يتحرك بعجلة منتظمة أو بسرعة منتظمة القيمة ما تغيرش، هي نفس القيمة. طبعا الكلام هذا كله صح لأن ما فيش أخطاء، ولهذا خلينا نقول لكم شوية على السبورة. ناخذ مثال آخر، جاء الحل قبل المثال لك مش مشكلة. هنا عندنا يدفع الطفل عربة صغيرة كتلتها 2 كيلو جرام على الأرض بقوة مقدارها 5 نيوتن، وتصنع الزاوية مقدارها 35 مع الأفقي أوجد العجلة. أنا بس تغيرت شكل القوة المائلة فقط لا غير، يعني هي تقريبا نفس المثال السابق لكن تغيرت. شوفوا من الرسم هنا شوفوا القوة وين، لأن أنا قوة دفع وطفل صغير يدفع في سيارة يدفع فيها من الخلف، القوة في هذا الاتجاه. لو رسمناه وحولناه الى رسم تخطيطي حتكون بهذه الكيفيه، هذه كاينه العربه وانا الطفل يدفع في العربه بقوه مقدارها 5 نيوتن وتصنع زاويه كم مقدارها؟ مقدارها 35. طبعا هو هنا شنو يبي؟ يبي العجله فقط، ما يبيش لا القوه العموديه ولا يبي الوزن، حتى ولو يعني هنا فمش حنحتاجوا لهن. يعني هنا الوزن وهكا حيكون عندي برضو الاتصال العمودي وتحلل هذه القوة، لكن نحن اللي همنا هنا بهذه الكيفية. هنا الضلع الملاصق للزاوية شن ياخذ؟ هاي 5 كوساين 35. بس نبغى ننتبهوا الحاجة هنا، هنا وين اتجاه السهم؟ هنا دفع، اتجاهها وين؟ إلى الداخل. حتى لما نحلل القوة تكون اتجاهها وين؟ إلى الداخل. هنا مثلا لما نجي نحلل القوة هذه هي عبارة عن 5 ساين الزاوية اللي هي كم؟ 35. شوفوا اتجاه السهم، اتجاه السهم إلى أسفل، اتجاه السهم يكون إلى أسفل. خمسة كوساين 35 تساوي ام في اي، هيك بهنا في قوة احتكاك ولا السطح أملس؟ ده هنا السطح أملس، فقوة الاحتكاك هنا تساوي صفر. هنا القوة في هذا الاتجاه هذه قوة الاحتكاك، لكن قوة الاحتكاك قوة الاحتكاك عكس اتجاه الحركة، الحركة في هذا الاتجاه يبقى هذه قوة الاحتكاك. هنا قوة الاحتكاك كم تساوي؟ ما دام هو مش ذكر لي ومش طلبها مني ولا قال لي السطح خشن، دائما نعتبر السطح هنا أملس، ولهذا قوة الاحتكاك هنا شو تساوي؟ تساوي صفر. وبالتالي هنا حيصبح عندي كأن عندي هنا لفوق لو كتبنا القيمة هذه كيف ما هي 5 كوساين 35 ناقص تساوي ام في اي، وهذه تساوي صفر، ولهذا جاء الناتج مباشرة 5 كوساين 35 تساوي ام في اي. قلنا احنا الكلام هذا مش محتاجين لانه مش طالب مني، لا طالب مني وزن ولا طالب مني رد الفعل او قوة الاتصال العمودي. بس للتوضيح هنا الوزن وهيك دائما قلنا الاتجاه ما دام الى اسفل تجد القوة هنا اتجاهها وين؟ الى اسفل، اتجاه الى اسفل. هذا ساين 5 ساين
35، لكن احنا رانا مانيش محتاجين لها، لان لا يبي مني الوزن ولا يبي مني رد الفعل. والوزن حتى لو قال لي احسب الوزن، انا عندي الوزن كم؟ 2 كيلو، نقدر نضربهم في 10 نتحصل على الوزن، وبعدين اذا كان طلب مني الاتصال العمودي نقدر نحسب. وانا الاتصال العمودي لو طلب مني الاتصال العمودي، الاتصال العمودي بدري شوف كيف طلع الوزن ناقص، لا هنا الاتصال العمودي الوزن، الاتصال العمودي يساوي الوزن زائد شوف السهم هذا والسهم هذا في نفس الاتجاه، ورد الفعل عكسي. يعني لو طلب مني نون اضافه منا نحن هنا، لو طلب مني رد الفعل، رد الفعل اتجاهها وين؟ الى اعلى. المركبه هذه او القوه هذه اتجاهها وين؟ الى اسفل. 5 ساين 30 او 35 زائد الوزن برضو اتجاهها وين؟ الى اسفل، اللي هو ام في جي، اللي هو ام في جي. حتطلع هنا 2 نجيبه وقيمة العجلة حتساوي 2/10. نأخذ مثال آخر، هنا يقول لي ربطت طفلة صغيرة في مقعد رجوحة يعني درجاحة مدعومة بواسطة حبلين لكي تبدأ الحركة، جذبها والدها إلى الخلف قليلا بقوة أفقية بحيث صنع الحبلين مع بعضهم يعني كيلين قريبات من بعضهم زاوية قدرها 20 مع الرأس. فإذا كانت كتلة الطفلة والأرجوحة مع بعض كم؟ 18 كيلو. نحسب الشد في كل حبل وقوة الجذب والدها قبل بدء الحركة. هنا الحاجة فيها فكرة أخرى بس هنا اللي هي انتبهوا معايا، هنا اللي هو هنا زاوية قدرها 20 مع الرأس، زاوية قدرها 20 مع الرأس. شوفوا للرسم، هذه الطفلة والأرجوحة، شوفوا الوزن وين؟ إلى أسفل. هذه قوة الدفع سحبها والدها بهذه الطريقة، وبعدين تلقى قعدت في حالة حركة، وهذا الشد لأن حبلين يصنع الشد شنو يصنع؟ يصنع زاوية مقدارها 20 مع الرأس. لو كان قال لي يصنع زاوية مقدارها 20 مع الأفقي الزاوية جيهان، لكن أنا يصنع زاوية مقدارها 20 مع الأفقي. لو حولنا الرسم هذه أو الصورة هذه إلى رسم تخطيطي، شوفوا كأن هذه الطفلة والأرجوحة مع بعض، وزن كم أو كتلة كم؟ 18. الوزن إلى أسفل 180. هنا عندنا شدين، هذه الزاوية تطلع الزاوية هنا كم؟ 70. تو نقولوا ليش الزاوية هنا طلعت 70؟ نحن قلنا تصنع مع الرأسي، كأن الزاوية اللي موجودة هنا هي اللي كم تساوي؟ تساوي 20، وهنا 90 لو جمعنا 2 وطرحناها من 180 حنتحصل على قيمة الزاوية هذه كم؟ 70. عرفنا منين جت السبعين ولا نعاودوا كيف جت السبعين؟ مع ان الزاويه اللي اعطيها لي هنا كم؟ 20، لكن مع الراس. نحن تعاملنا مع الزاويه مع الافقي، هنا 20 وهنا عندنا 90، يبقى الزاويه هذه كم يساوي؟ هذه متممه حتساوي كم؟ 70. يبقى نحن حنتعامل مع السبعين بنفس الكيفيه. كم حبل عندنا؟ حبلين. يبقى كم عندي شد؟ شدين، والشدين متساويات، يعني انا كاين 2 تي. هذا قوة الشد مائلة ولا مش مائلة؟ مائلة بزاوية كم مقدارها؟ مقدارها 70. دائما نحن قلنا لما يكون عندي قوة مائلة يتم تحليلها إلى مركبة أفقية، قوة الشد مضروبة في الكوساين لأن الضلع الملاصق للزاوية يأخذ الكوساين، والضلع البعيد عن الزاوية يأخذ الساين، وعندنا الوزن هنا إلى أسفل. يبيني نحسب الشد في الحبل ويبيني نحسب القوة، شد في الحبل والقوة قبل بدء الحركة. نفس الكلام اللي قلناه في الأول، حتكون القوة في اتجاه الحركة تساوي القوة عكس اتجاه الحركة، والقوة اللي أعلى تساوي القوة إلى أسفل. نبي نحسب قيمتي لأنها كم عندي مجهول،
مجهولين. منين نحسب قيمة تي؟ نحسب قيمة التي من هنا. هنا 2 تي صاين 70، 2 تي صاين 70 تساوي كم؟ تساوي 180. يقبل تي هنا كم تساوي؟ 180 على 2 صاين، طلعت لي قيمة التي، ناخذها ونعوض بها في المعادلة الأولى. واضح كلامي؟ حيكون هذا إن شاء الله آخر مثال، وبهذا المثال نكون أنهينا الحصة لهذا اليوم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معليش قلنا هنا فيه رد فعل، هو هنا ما فيش رد فعل لأن هنا الجسم مش موجود على سطح أفقي، يعني الجسم كينا موجود على ارتفاع من سطح الأرض، فهنا مش حيكون فيه، يعني مش حيكون فيه للوزن رد فعل إلى أعلى إلا إذا القوة لقوة اللي حللناها إلى أسفل. نحن قلنا هنا الكلام تقريبا واضح، حسبنا الشد لأن هنا المعادلة هذه فيها كم مجهول؟ مجهولين، فيها القوة مجهولة وفيها الشد مجهول، وبالتالي استخدمنا هذه المعادلة باش نحسب بها قيمة الشد، وبعدين عوضنا في المعادلة الأولى حسبنا قيمة القوة اللي هي 65.5 متر. وبهذه الفقرة نكون قد أنهينا حلقة هذا اليوم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.